طالب جامعي عادي بيوم الأيام اشترك في مسابقة اللي كانت فكرتها انه عليك تشرح موضوع علمي خلال 3 دقايق بس، وهذا الطالب أبدع بالتحدي وخلى الكل ينصدم من أدائه. ومن هون بعد ما اكتشف موهبته قرر يبدأ بمشواره على اليوتيوب بقناة باسم الدحيح. فخلينا نحكي أكتر عن هذا الموضوع بهذا الفيديو، هاتوا الانترو. سلام أصدقائي، كيفكم؟ طيب جماعة، الدحيح أو أحمد وليد الغندور بديت حياته لما ولد لعائلة مصرية اللي كانت ساكنة في السعودية في هذيك الفترة، وأحمد كان الطفل الأول لهاي العيلة. فأخذ أحمد أكتر اهتمام من بين إخوته لأنه كان الطفل الأول في هاي العيلة، معلم الطفل الأول عنده امتيازات دائما خاصة ما بياخدهاش بقى. المهم أهله كانوا مهتمين إنه يربوا ابنهن بأفضل طريقة، وخاصة أبوه كان واحد من أهدافه إنه يعرف ابنه على القراءة ويخليه يحبها، لأنه كان فاهم قديش القراءة مفيدة، فلو قدر يعلم ابنه على القراءة رح يبني فيه ميزة رهيبة. ومن هون بدي الأب يحاول بعدة طرق يخلي ابنه يحب القراءة، واحدة من الطرق كانت انه اشترى له قصة هاري بوتر لحتى يقراها. فأحمد فعليا بدي يقرأ في هاي القصة، بس ما قدر يكمل لأنه ما كان حابب فكرة انه عم بقرأ اشي خيالي. معلم أحمد كان ايش دخلني بالعصاي السحرية تبعتها. فالمهم أبوه حاول بعدة طرق انه يحبب القراءة، بس كل الطرق فشلت لحديت ما مرة أبوه شرى له عدة كتب وتحداه لو يخلص واحد منهن رح يجيب له هدية مرتبة. أحمد قال لك أحا، هدية مرتبة، الموضوع صار جدي، لازم نقرأ. وفعليا أحمد هنا قبل التحدي وبدي يقرأ واحد من الكتب اللي جاب له إياهن أبوه. وبالصدفة أحمد حب موضوع الكتاب، وهذا خلاه يندمج بالقراءة بشكل مش طبيعي، لدرجة إنه اندمج في القراءة ونسي موضوع الهدية. معلم نسي الهدية كلها، ومن هون أحمد حب القراءة وصار كل ما يقرأ موضوع يصير بده يقرأ عنه أكتر، يحب يقرأ أكتر عن المواضيع. فصار أحمد يقرأ أكتر وأكتر لدرجة إنه وصل لمرحلة الإدمان، وصار أغلب يوم أحمد هو عبارة عن قراءة. وحتى الهدية اللي وعده فيها أبوه طلعت كتاب بالآخر. وأحمد ما كان يقرأ كتب قصص أو روايات، لا معلم، كان يقرأ كتب فيزياء ونظريات وكتب علمية. وحتى أحمد أكتر موضوع كان يحبه هو الفيزياء، لأنه بحسب رأيه كان الفيزياء عم بيقدر يفسر ظواهر اللي عم بتصير حواليه. فالمهم إدمان القراءة استمر مع أحمد، وأحمد كبر وقرر يروح يتعلم في الجامعة الأمريكية في مصر. فهو كان ساكن مع أهله في السعودية وقرر يروح على مصر لحتى يبدأ يتعلم هناك، يبدأ بالجامعة. ولما بدي أحمد بالجامعة في مصر بلش يبين عليه حسه الاجتماعي، بلش يصير أحمد شخص اجتماعي، ومش بس بلش يصير شخص اجتماعي، وصار أحمد زيه زي أي شاب تاني طبيعي، صار ينعجب ببنات بالجامعة. بس قصصه مع البنات كانت غريبة شوي. كان أحمد لما ينعجب ببنت بالجامعة فيبدأ يقرأ عن الموضوع اللي بتتعلمه عشان يقدر يتقرب من البنت شوي، بس الإشي الغريب اللي كان يصير إنه أحمد يبدأ يقرأ عن الموضوع ويحب الموضوع وينسى البنت، يصير بده يقرأ أكتر عن الموضوع وخلص معلم البنت ينساها. يا أحمد ركز على أهدافك، بينفعش هيك، هدفك الأساسي كان البنت، ليش نسيت هدفك؟ ما عجبني فيها هاي الحركة. المهم جد السر، أحمد الغندور صار شخص اجتماعي وصار يحب يشارك بأشياء اجتماعية ومسابقات. وواحدة من المسابقات اللي شارك فيها كانت مسابقة علمية بالقنصلية البريطانية، وكانت فكرة المسابقة إنه لازم تشرح فكرة علمية خلال 3 دقايق بس. والدحيح حب فكرة هذا التحدي فراح جهز للمسابقة وقدم الموضوع قدام الجمهور بطريقته الخاصة. على الرغم من إنه ما فازش بالمسابقة، بس الكل انعجب بطريقة تقديمه الرهيبة، لدرجة انه قسم من لجنة المسابقة اقترحوا عليه انه يبدأ قناة على اليوتيوب. وفعليا الدحيح قرر انه يبدأ قناة على اليوتيوب وينزل عليها المحتوى اللي عم نشوفه حاليا على قناته. وبدي باول فيديو بالفكرة اللي قدمها في هاي المسابقة، فصور الفكرة وتعلم شوية مونتاج ومنتجها ونزل الفيديو على اليوتيوب، وكان هذا اول فيديو للدحيح على اليوتيوب. والدحيح كان متوقع انه الفيديو راح يجيب مشاهدات كتير لانه كان يقدم محتوى جديد ما حدا قدمه من قبل، بس اللي صار عكس التوقعات. الفيديو جاب 120 مشاهدة، يعني الفيديو ما جابش كتير، بس الدحيح ما استسلمش، استمر وصار ينزل فيديوهات ويتعب على المحتوى أكتر، والقناة مع الوقت بديت تنتشر وتجيب مشاهدات. والدحيح كان دايما يحاول يطور من فيديوهاته على قد ما بقدر، بس المشكلة انه ما كانش عنده الخبرة القوية بالتصوير والمونتاج. فبيوم من الايام اجت قناة HG Plus وعرضوا عليه انه يقدم برنامج الدحيح معهن، وهنا راح يساعدوه بمصورين ومنتجين. فالدحيح وافق على الموضوع وبدي يعرض البرنامج على قناة HG Plus. وبعد هذا التعاقد برنامج الدحيح تحسنت جودته وصار يجيب مشاهدات أكتر. والدحيح استمر بالبرنامج رغم الضغوطات اللي كانت عليه واللي كان يمر فيها بسبب التعليم. بس لما بديت الامتحانات الدحيح انضغط وبطل عنده وقت يكتب الحلقات، فبدي يفكر بأنه يوقف البرنامج، بس القرار كان كتير صعب بالنسبة للدحيح لأنه البرنامج عم بيقدم نجاح رهيب، وغير عن هيك هو المصدر الرئيسي لدخل الدحيح. فبعد وقت من التفكير الدحيح قرر أنه يجيب كاتب لحتى يساعده في
كتابة الحلقات، وكان متردد وخايف تنزل جودة المحتوى بعد هاي الخطوة، لأنه السكريبت هو الإشي الأساسي بالفيديوهات، فلازم يلاقي شخص محترف وقوي في كتابة السكريبت. وفعليا بعد البحث الدحيح لقى كاتب محترف وقدر يتخطى هاي الأزمة، وحتى صار يجيب كل شخص بيقدر يساعده بالكتابة، معلم مين ما يلاقي بيقدر يساعده، أهله سهلة تفضل. وهيك الدحيح بنى طاقم قوي من الكتاب اللي ساعدوه في تحسين المحتوى، وحتى هذا التنوع من الكتاب خلى المحتوى يتنوع بشكل كبير، لدرجة انه الدحيح حكى عن مجال الرياضة وعن كتير مجالات مختلفة في نفس البرنامج. فالمهم هاي هي قصة الدحيح بشكل مختصر. اذا حابين تتعرفوا على قصته اكتر تقدروا تقروا كتاب الدحيح اللي كتبه واحد من اللي اشتغلوا مع الدحيح بالكتابة، وجد الكتاب كتير حلو وقصة الدحيح احلى بكتير. وقصة يا صديقي العزيز، بدي اطلب منك اذا عجبك الفيديو تحط لايك، واذا اول مرة بتشوفني وبعدك مش مشترك في القناة فاشترك في القناة، وتنساش اهم اشي في الحياة تفعل زر الجرس، لانه جد الجرس اهم اشي بالحياة. وشكرا لكم كتير وبس.